اهلا وسهلا بمتتبعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر اللي كننقل لكم من مدينه الناظور. كما كتشوفوا جميع المواطنين والمواطنات في اتجاه شواطئ ديال المدينه، سواء هنا بشاطئ الكورنيش ديال المدينه او شاطئ بوقنا او شاطئ قرية الركمان او شواطئ السواحل ديال مدينه الناظور بصفه عامه. اقبال كبير على الشواطئ في الاثناء والمدينه شبه مهجوره. كما كتشوفوا الكورنيش ديال المدينه حتى واحد ما تيدور فيه تقريبا الا القليل قليل قليل جدا، لان الحراره اليوم حراره مرتفعه تقريبا 38 او 39 درجه، خلات المواطنين والمواطنات انهم يخرجوا من المدينه في اتجاه الشواطئ المفتوحه بطبيعه الحال. فبالرغم من اغلاق مجموعه من الشواطئ على مستوى الدار البيضاء وبعض المناطق بالمملكه المغربيه، الا ان الاجواء هنا بمدينه الناظور اجواء عاديه عاديه جدا، كان كورونا ما كايناش في المدينه نهائيا. بطبيعه الحال العدد ديال كورونا هنايا غادي يزيد، لكن هذا الشيء ما تيعنيش ان الناس، كاين بعض الناس منهم داير الكمامات الى غير ذلك، وكاين البعض منهم ما دايرش الكمامات وما مسوقش نهائيا. وبدينا كنشوفوا مؤخرا بعد الخطاب الملكي بدينا كنشوفوا ناس واعيين تيديروا الكمامات، وهذا شيء جميل. اسماعيل توتو فين غاديين خويا؟ اليوم غادي نمشيو بكم لعدد من المناطق، نمشيو بكم الطريق الساحلي ان شاء الله، عندنا مجموعه من المواضيع تما، كذلك غادي نرجعوا للمدينه في اتجاه نواحي السعيديه، كذلك الى غير ذلك من المواضيع اللي غادي نطرقوا لها اليوم عبر قناتكم شوف تي في الاولى على الصعيد الوطني. اذا كما كتشوفوا المدينه، يعني صعيب انك تشوف المدينه في اليوم الاحد تلقاها بهاد الناس خاوي بحال هكذا، ما كاين لا سيارات لا الناس لا شي حاجه، قليل قليل الناس اللي كاينين في هذه المنطقه. وهانتوما كما كتشوفوا عائلات نساء ورجال بدون كمامات، وتيقول لك علاش الفيروس تزيد وعلاش المجموعه من الامور اللي كتزيد في المملكه المغربيه. هذا الشيء راجع لقله الوعي للمواطنين، حتى المواطن المثقف، المواطن اللي كنقولوا قاري، والموظف اللي موظف في مؤسسه تاع الدوله وكذا المسائل، كتلقاه دايز معك في الشارع بلا كمامه بلا والو. فبالله عليك اخي، كيفاش بغيتي المواطن الفقير اللي مسكين ما قاريش الى غير ذلك انه يدير الكمامه، وانت اللي كادر ولا اللي موظف ما دايرش الكمامه؟ فبطبيعه الحال خطاب الملك كان واضحا، فهو معمم على جميع اطياف الشعب المغربي. كنتمناو الاخوان انكم ديروا الكمامات ديالكم، وكنشوفوا عائلات هانتوما اللي من هنايا كنشوفوا عائلات بدون كمامه، مراه راجلها مهبطه ولدها الكورنيش ديال المدينه اللي فيه الناس بدون كمامه. فهنا نطرح اكثر من علامة استفهام، واش الناس ما بقاتش واعيه بخاطر هذا الشيء، ولا مسلمين امرهم لله؟ يعني صافي، يعني ما بقى لهم ما يديروا، ولا بغاو ياذيو الناس ولا شي حاجه؟ فكنتمنى من السلطات ديال مدينه الناظور انها ترجع كيف كانت في الاول، ترجع كيف كانت في الاول، لان في الاول كان واحد الصرامه، واحد المعقول، واحد مجموعه من الامور. لكن للاسف محمد زهيد، واش كاين شي جديد في حاله الوبائيه بالناظور؟ كورونا كتزيد اخويا محمد. هنا في مدينه الناظور حالات كل نهار 3 4 5 6 7 8 ديال الحالات يوميا هنا في مدينه الناظور. كاين الناس اللي كتبرى، كذلك كاين الناس اللي كتبرى. الوضعيه كما كتشوف ان الوضعيه عاديه جدا، الناس خارجين بدون كمامات وما ملتزمينش بالتباعد الى غير ذلك. للاسف الشديد هذا الشيء اللي خلى اننا نشوفوا حالات كتزاد اخويا محمد بكل صراحه. لا ماشي بقضيه الانسان اللي ما واعيش والناس اللي برا ما واعيينش، دابا كتلقى السيد محامي، كتلقى موظف، كتلقى رجل امن، كتلقى مجموعه من الامور، كتلقى اعلامي، كتلقى كذا، حتى واحد ما داير الكمامه. اذا ما فهمتش، في النهار الاول كنا كنقولوا ربما الناس راه ما عارفينش، الناس ساكنين على برا، الناس كتجي للمدينه ما عارفينش ما واعيينش الى غير ذلك. فكتلقى دابا ذاك السيد المثقف، ذاك السيد اللي راكم وضع يعني وعارف شنو واقع كذا، كتلقاه ما دايرش الكمامه. فهنا الطامه الكبرى، هنا المشكل، هنا كاين الخلل. فارجوكم الكمامه للجميع، الكمامه للجميع، وخص كلشي يديرها باش اننا نمشيو للابد. كما كتشوفوا المدينه، نرجعوا للموضوع ديالنا، ان المدينه اليوم خاويه، اليوم الحد نورمالمون كتكون عامره في الايام العاديه، لكن هانتوما كتشوفوا الحراره خلت الناس انهم ينتقلوا يتوجهوا الى شواطئ المملكه المغربيه
وشواطئ مدينة الناظور اللي مفتوحة في وجه الجميع. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن هذه الحرارة يعني تكون خفيفة على جميع المواطنين والمواطنات، لأنه في هذه الأثناء كتشهد واحد المدينة واحد الحرارة اللي هي كبيرة كبيرة كبيرة. تحية السي مراد الناظور، وتحية جميع الإخوان تاع الناظور اللي تتبعوا فينا. الإخوان اللي حاضرين معنا يكتبوا لنا الأسامي ديال المدن ديالهم والأسماء ديال الأحياء ديالهم، حاولوا تشاركونا في هذا اللايف هذا باش نعرفوا كله. شفتوا كما كتشوفوا هذا الشارع نورمالمون شارع سميتو تشفيت يكون عامر في الايامات العاديه، عرفتوا الجاليه فاش كتكون الجاليه كيكون الشيء عامر بزاف 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 بزاف، لكن في هذه السنه هانتوما كما كتشوفوا في هذه السنه القضيه ناشفه بزاف. العشيه كتكون المدينه عامره لان المدينه هذا العام جاو لها بزاف نازل الداخل، السياحه الداخليه انتعشت في مدينه الناظور، الفنادق كلشي عامرين، المطاعم كلشي عامرين في الليل، وهذا الشيء زوين لمدينه الناظور. كنا خايفين هذا العام ان الجاليه ما جاياش، نعم ما جاوش هذا العام الجاليه، كنا خايفين ان مدينه الناظور يوقع فيه واحد الازمه الى غير ذلك. فالحمد لله بعض القطاعات انتعشت وعوضت ذاك الخسائر، كما كنشوفوا المقاهي والمطاعم ومجموعه من الفنادق والمحلات المجهزه للكراء المفروشه الى غير ذلك، كل شيء ولا غادي بواحد الشكل اللي هو مزيان ان شاء الله. تيزني تحيه لتيزني، تحيه للحسيمه، تحيه لاكادير، تحيه لفاس، تحيه لمكناس، مجموعه من المدن اللي كتتابعنا حاليا في هذا البث المباشر. سيدي سليمان تحيه للعروي، تيزني الحراره، الحراره بزاف، عطونا مدرجه الحراره اللي عندكم تما. الناس اللي عندهم الحراره يكتبوا لنا المدينه والحراره ودرجه الحراره اللي عندهم. ثم كما كتشوفوا المدينه ما عليهاش واحد الاقبال كبير كبير كبير. حنا في السونتر نورمالمون هذه المنطقه كتكون عامره بزاف، كتكون عامره بزاف هذه المنطقه، هذه كتكون فيها واحد الحركه اللي هي كبيره، لكن كل الطرق كما كتشوفوا العنوان تؤدي الى الشواطئ ديال مدينه الناظور والحسيمه والسعيديه. حاولوا ندخلوا في الجهه القيصريه باش نقربوا الناس اكثر من الاجواء، الناس مجموعه من الناس اللي كانت كتقول لك هبطنا للقيصريه نشوفوا الاجواء كي دايره. فالقيصريه بلا ما تستناو تشوفوها عامره بحال العام اللي فات، فهذا العام انتم كما كتشوفوا الامور جد عاديه في هذه المنطقه هذه. كلشي بالله اخويا طره هنا، كلشي بالله ذا نتا، كلشي توارد الازمه عامه اصحاب الخارجيه وزيد تشا ايوا سقط وارد الشف. انت كتشوف الاجواء كي دايره هنا في هذه المنطقه اليوم الحد نورمالمون تيبان الجمعه، لكن انتم كتشوفوا حراره كبيره كتشهدها المدينه السمارة 46 شتوكا اتباه الحراره. تحيه لكم كاملين. اذا بعد قليل متتبعي قناه شوف تيفي غادي نتلاقاو معكم في منطقه اخرى دائما من مدينه الناظور. اكيد قنيطرتين جداد 46 كنحييك. تحيه السي مراد، بارك الله فيك اخويا مراد، هذيك البلاصه فيها الذين اكيد خويا. نتمنوا الخير، سلام دار الكبداني، تحيه لدار نصر الكبداني، وتحيه لجميع المواطنين والمواطنات ديال جهه الريف اللي تتابعونا حاليا في هذا البث المباشر. تمارا روعه، العرائش الجو معتدل. كي دايره الوضعيه عندكم مع عبد المؤمن في العرائش؟ الوضعيه الوبائيه كي دايره في العرائش عندكم تما دورتموند المانيا؟ تحيه للسيد الكريم. تحيه لتزاغين، تحيه لجميع الاخوان والاخوات اللي عندكم. شكرا موديسو رمضان دورتموند. كازا الجو رائع، نتمنوا الناس ديال كازا ما يكونوش فيها اليوم اصابات. تحيه لاخوان الجزائر، تحيه لجميع الاخوان. لا خويا محمد الناظور فيها بزاف الشواطئ، ما كاينش غير القريه وبنيسار، كاين تقريبا ازيد من 100 شاطئ يعني تقريبا او اكثر. الى جيت نحسب راه غادي نلقاو شي 150 شاطئ من قبوياوا من راس الماء حتى الحدود مع مدينه الدريوش.
هذا كل شواطئ ساحلية رائعة. العديد من الشواطئ اللي ما يقدرش يوصلها الإنسان نهائيا إلا عن طريق القارب أو عن طريق المغامرة، تهبط الجبل إلى غير ذلك. فهذو شواطئ بحال النواحي ديال كارابلانكا، النواحي ديال ساردينا، النواحي ديال مينيرو ستة، هادو كلهم شواطئ يعني صعيب أنك توصل لهم بالأقدام، يعني صعيب توصل لهم أنك عادي أنت والعائلة ديالك. فأغلبية ديال الناس اللي تيمشيو لهاد المناطق فهما من فئة الشباب، والشباب طبعا الحال ديك وعنده تجربة في المشي إلى غير ذلك. فالشباب إلا ما كانش عنده تجربة في الغابة والجبال وداكشي فغادي يلقى صعوبة، يلقى صعوبة بزاف بزاف بزاف، خاصة الشباب اللي عنده الأمراض ديال الرب والتنفس إلى غير ذلك، فغادي تلقى صعوبة أخي في الصعود وفي الهبوط كذلك، ونوع الحذاء كذلك غادي تلقى فيه مشكل عاوتاني كذلك. إذا هاد المناطق هادو أغلبية كتلقاو ولاد الداخل تيجيو هنايا تيخيموا هنايا، وحتى ولاد المنطقة اللي تيمشيو يخيموا ولا تيمشيو غير زيارة في النهار. إذا شكرا لكم متتبعي قناة جو تيفي، كنا معكم من مدينة الناظور، نتلاقاو معكم بعد قليل في مكان آخر. دمتم في رعاية الله، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.